شاء الله يا رب يجيب لنا الخير. هذا ما قوله. مومنيان جينا لسان. سلم عليا كرم عيو مالك تشلك من هذا. رخي الله في بلاس جا خصني الدوالة عندك. خصك الدوالة باش تولي مجد. خصك الدوالة باش تجلك لافوف. هيا خصك الدوالة باش تولي كيفي. عليك هيا راني جاي. جينا لسان ما تخدمش. الله يسهل يا ربي. جيب لي دوا يا ربي. ابو مدين طولتها الله يعطيك ضربه. ابو مدين ويباك جيالي تقلقت عليا. مزيالي جيت ما قديت شي. نسمح في شهري. الله يحفظك. ها هو في سنة خلطها مع الماء وخليها ساعتين تحمى وزيدها الكرب تاع الفيران وتولي مجهد اكثر مني. الله يحفظك يا ابو مدين. الله يحفظك. ابو مدين ما يساعدش روح ما تكثرش على الله يحفظك. بو مليان. هذا شو مليان. اسمع مازال ما نفعكش الدول عندي تاع لك الماء. مازال. ولا. حلي القوطي. يا خويا. راني نشوفك راك مكثر الحشيش هنا. راني مكثر؟ لا عسيت. شا بغيت نقول لك؟ شا بغيت تقول لك؟ يا منى الله يرحمها. راها زعفانة علينا في ذاك القبر. منى ميتة؟ كاع عسيت. يا ودي راها ميتة واه يا وراها راها زعفاني لينا بزوج صوالح. واش تهما؟ الحاجة الأولى ما رانا نزوروها في القبر والزوجة رانا كاع قاطعين سيرة الرحم. كاع نسيت والله كاع نسيت. يا ودي راك ناسي بزاف بس راك داخل عليا كاع نسيت شتاك هاين؟ يا ودي أنا كان فيا مرض راه في بزاف وقيلة راني مريض مرض النسيان. هذا المرض يخليني ننسى كلش والله كاع نسيت. بصح وين أنت يا مريض؟ واش من مرض؟ عبالك شيخ واحد صاحبي راني في 3 سنين ما شتاش. الله يحفظك غير حبسني نشوفها غير نشوفها ونروح. الله يسهل وين يسكن؟ يسكن غير هنايا. والله راني متوحشه. ما كاش مشكل. عبر علي عبر علي. وي 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 اخويا لا اصاحبي شفتك خويا في خاطري يشوفك. اللهم ارحمنا اللهم احفظنا اللهم ارزقنا يا رب العالمين تقبل منا. عبد الحق خويا. سلام مرحبا بك خويا. كيراك غايا؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله والله لا راك عجبني خويا. الله يسلمك خويا. راه في خاطري نولي كيفك والله لا غرت خويا. مرحبا بك خويا. في خاطري نتوب. هذا دين اليسر. فهمني فهمني كي ندير. فهم خويا. واه لازم لك تصلي. صلاة نيشان هي الاولى. واه ولازم لك تصوم. تشك يا سيما باينة ها ورانا صومو في رمضان. ولازم لك تدير الخير. ندير الخير؟ نعم. بصح انت يليق لك دير خير معايا يليق لك تعاوني. ها كاش مشكل. ولازم لك التعاون. في التعاون يليق لك تفهمني اكد لي عليها. التعاون لازم المعاونه. مثلا واحد يخصه مال تعاونه. واحد ترفد معاه يكون خاصه ينغبن في الحمل ولا تعاونه. شي بانيه كبيره تبغي تقطعها طريق هذه ثاني معاونه. ايا اليوم غير حسب عليا فرشه. علاه؟ باش نعاونك في الماكله.